يسعد صباحكم يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة. اليوم يا حلوين هو تاني ايام الاسبوع، وتاني ايام الاسبوع هو يوم الاثنين 26/10/2020. ويا حلوين اليوم رح ناخد حصة رياضيات، وبحصة الرياضيات رح ناخد عدد كتير حلو. قبل ما ناخد العدد لازم نراجع الأعداد السابقة اللي أخذناها في الأسابيع الماضية. يلا يا حلوين، يلا يا قصاي، أول عدد أخذناه هو العدد، برافو، واحد يا قصاي، أحسن، وها هو العدد واحد. واحد، العدد الذي يلي العدد واحد يا بكر ما هو؟ اثنان، أحسنت، اثنان، وها هو العدد اثنان. العدد الذي يلي العدد اثنان يا تميم؟ ثلاثة، أحسنت، رائع تميم، وها هو العدد ثلاثة. العدد الذي يلي العدد ثلاثة ما هو يا عون؟ عمر ما هو؟ أربعة، أحسنتم، أربعة، وها هو العدد أربعة. العدد الذي يلي العدد أربعة يا جوري عليان، روز، جوري، جنى، برافو زينة، خمسة، خمسة، أحسنتم، وها هو العدد خمسة. أحسنتم، نعد معا الأعداد، هيا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، أحسنتم، رائعون، خمسة. واليوم لدينا عدد جميل وضيف جديد من الأعداد، لنكتشف ما هو هذا العدد من خلال عد الأشياء الموجودة أمامي. ما هي هذه الأشياء؟ هيا لنرى، انظروا، هوب 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 هوبا، أرأيتم؟ لدي صحن جميل، وفي هذا الصحن في داخله مكعبات وألعاب جميلة. لنرى كم مكعب يوجد لدينا وكم رجل من الألعاب أيضا. هيا نعد المكعبات، أتذكرونها؟ في البلدك كورنر، أحسنتم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أحسنتم، كم مكعب لدينا يا أصدقائي؟ هيا، كم مكعب يا عون؟ ستة، انظروا، هيا نعد معا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أحسنتم، ستة مكعبات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأخيرا ستة. ست مكعبات يحتوي هذا الصحن. لدينا أيضا الألعاب، هيا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأخيرا ستة. ستة، أرأيتم؟ هيا نعد مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأخيرا ستة. مرحبا، أهلا، ستة. إذن يحتوي هذا الصحن على ست مكعبات وعلى ستة ألعاب، أحسنتم. من يقول لي ما هو عددنا لليوم؟ هيا هيا، لا أسمع، أحسنتم، العدد هو ستة، أحسنتم، هيا نعد ستة، هيا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أحسنتم، في هذه اليد خمسة، ثم حضر إصبع آخر فأصبح لدي ستة أصابع. ولكن يا مس، ما هو شكل العدد ستة؟ هيا لنرى ما هو شكل العدد ستة. شكله جميل، يشبه حرفا باللغة الإنجليزية ولكن مغلق من الأسفل، انظروا، هوب، ها هو،
حرف السي بس بنسكره من تحت، نصف دائرة مغلق من الأسفل. ستة هوب ستة هوب ستة. أحسنتم، لنضع العدد ستة هنا. هيا اجلس واستمع إلى أصدقائنا الأطفال. ستة ستة ستة. أحسنتم، والآن هيا بنا نكتشف العدد ستة من خلال الأمثلة الموجودة على اللوح. هيا 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 انظروا، لنبدأ من الدجاجة. إنها دجاجة غاضبة جدا، أتدرون لماذا؟ سأقول لكم، لأن لديها صيصان صغار، ولكن هناك اثنان من هذه الصيصان مشاغبون، لا يسمعون كلام ماما. لنرى ماذا تقول لهم. هيا، مرحبا أيتها الدجاجة، لماذا أنت غاضبة؟ أقول لكم لماذا هي غاضبة. لقد قالت لأطفالها الصيصان امشوا ورائي بطابور جميل، ولكن هنالك اثنان لم يسمعوا كلام الماما وذهبوا أمامها وأصبحوا يركضوا، فقامت الأم بالصراخ عليهم وقامت بتعليمهم النظام. هيا لنرى كم صوص لدى هذه الدجاجة. هيا 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 هيا, هيا نعدها. أهلا، هيا بقولوا الكباي أهلا كجوان. يلا نشوف، سنقوم بعد الصيصان أيتها الدجاجة، تسمحي لنا؟ لا حسنا، هيا نعد معا بصوت عالي لا أسمع. واحد اثنان ثلاثة أربعة. انظروا إلى هذه الصيصان، إنها تمشي بانتظام. أحسنتم، أربعة ولكن هي لديها ستة، أين هم الاثنان الآخرون؟ أجل، إنها أمامهم. هيا نعد مرة أخرى، هنا أربعة خمسة ستة. إذن كم صوص لدى هذه الدجاجة يا زينة؟ ستة. نعد مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. لديها ستة صيصان، ولكن أربعة مؤدبون ويسمعون كلام الماما، واثنين يغضبونها دائما لا يسمعون الكلام، وهذا سلوك خاطئ. أنتم أيها الكجوان، أعرف أنكم تسمعون كلام الماما جيدا. أحسنتم، برافو. لنعد النعلات. هيا انظروا، ما هذا العدد؟ ستة. أحسنتم، انظروا، نصف دائرة مغلقة من الأسفل. أحسنتم، لنعد كم نحلة لديها. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. أحسنتم، ست نحلات. مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. ستة نحلات جميلة. لنرى المثال الأخير. واو، إنها سلة لكنها فارغة، لماذا؟ سأقوم بملها أنا وأنتم، هيا استعدوا. بماذا سأملأ هذه السلة يا ترى؟ سأقول لكم، بالفاكهة الجميلة. هيا بنا، هيا، واحد اثنان ثلاثة. أول فاكهة هي إجاص، نضعها هنا. إجاص، انظروا كم هي جميلة. وفاكهة أخرى وهي الفراولة، نضعها هنا، انظروا كم هي جميلة. سنملأها بفاكهة جميلة. وماذا لدينا هنا؟ أحسنتم، عنب. عنب، نضع العنب هنا. انتظر قليلا هنا. واو، وماذا لدينا أيضا؟ أناناس، مشمش. أحسنتم، نضع الأناناس هنا والمشمش هنا. أيضا تبقى لدينا تفاحة، نضعها هنا. واو، كم هي جميلة، انظروا. لقد امتلأت السلة
بالفاكهة الجميلة، ولكن كم حبة فاكهة موجود داخل السلة؟ 4 3 2 نعد معا. هيا 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 هيا. مرحبا أيها الفواكه، أريد أن أعدكم، هل تسمحون لنا؟ نحن أطفال كجيما. حسنا حسنا، يقولون لنا أريد أن أسمع صوت عال. هيا استعدوا. هيا لا أسمع. أحسنتم. هيا 1 2 3 4 5 6. إذا يوجد داخل السلة 6 حبات فاكهة. إذا 6 حبات فاكهة. أحسنتم يا أصدقائي، هكذا لقد قمنا باكتشاف عددنا وهو العدد 6. ولكن طريقة كتابة العدد 6 كيف؟ لنقوم بالتدرب معا على العدد 6. انظروا انظروا جيدا يا أطفال، كم صوص لدى الدجاجة؟ 6. نضع النقطة، لا ننسى نقطة. قلنا إنه نصف دائرة مغلق من الأسفل، وأيضا يشبه حرفا في اللغة الإنجليزية، يشبه حرف السي ولكن مغلق من الأسفل. هيا لنرى معا. هيا نصف دائرة مائلة للسطر، أي كأني كتبت حرف السي يا مس، ثم أقوم بإغلاقها من الداخل. 6. مرة أخرى نقطة، نصف دائرة للأسفل ثم أغلقها إلى الداخل. 6. مرة أخرى انظروا هنا نقطة، نصف دائرة للسطر ثم أقوم بإغلاقها من الأسفل. 6. هيا إلى الفواكه. ما بك؟ لم تسمع صوتكم. انظروا انظروا ماذا سيقولون لي. ما بك أيتها الفاكهة؟ حسنا حسنا، انظروا ستقول لي أنتم لا تكتبون العدد تحت سلتي. لا، سنقوم بكتابته. انظري نقطة، نصف دائرة للأسفل نقوم بإغلاقها. انظروا انظروا أنها مبسوطة جدا تضحك لأننا كتبنا العدد 6 تحت السلة الموجودة فيها الفاكهة. أحسنتم، إذا ما هو العدد يا حلوين؟ 6. سأقوم الآن بنشاط العدد 6 وهو تزيينه بالبرق. ماما ستحضر لنا العدد 6 مفرغ. سأقوم باستخدام الصمغ وأقوم بإلصاقه في الداخل. هيا بنا معا. ها هو، أجل، وها هو البرق. انظروا ألوان جميلة. يلا أقوم أولا بدهن العدد 6. انظروا سأقوم بدهنه هنا هكذا، سأريكم كيف حتى تتعلمون. هكذا أملأ العدد 6 جيدا بالصمغ أو الغراء. انظروا، ها قد قمت بملئه، ثم أضع عليه البرق. هكذا أقوم بالنثر البرق على العدد 6. سأقوم بملء العدد 6 بالبرق الجميل. أصدقائي أنتم زينوه بالسميد، بالسكر، بالمعكرونة. تضع الغراء جيدا وتقوم بتزيينه. حتى بالنسكافيه، امبارح في طالب جميل وضع النسكافيه على حرف الاس، وها قد ملأنا العدد 6 بالبرق. وأيضا يوجد هنا برق زائد قليلا، سأقوم بوضع الزائد في الصحن حتى نرى العدد 6. انظروا، مستعدون؟ انتظروا انتظروا، لن أريه لكم، انتظروا. هيا تعال هنا قليلا أيها العدد 6. وأنتم أيها الكتاكيت انظروا إلى العدد 6 الجميل.
أجل أجل تجمع هنا، وأنتم أيها النحلات هيا إلى هنا. هيا أجل، سنقوم بوضع العدد 6 على اللوح. جاهزون؟ مستعدون؟ 1 2 3 هوبا! انظروا كم هو جميل. 6 انظروا، واو ألوان جميلة. سنضعه هنا. العدد 6. العدد 6، انظروا كم هو جميل. أنتم زينوه بما تريدون، سكر، نسكافيه، أيضا الأرز، جدا جميل. هيا بنا نقوم الآن بالاستماع إلى النشيد المخصص للعدد 6. هيا استعدوا، هيا 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 هيا. 1 2 هوب! ستقوم أنتم أيضا بالتدرب على العدد 6. حسنا يا أصدقائي، لا تنسوا نسمع كلام الماما. هيك يا حلوين خلصت حصتنا لليوم، بشوفكم في فيديو تاني على خير إن شاء الله. راح أشتاق لكم كتير لوقتها. باي باي.